تمام العاشرة ليلا في استوديوهات قناة اليوم الفضائية، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج الرياضة اليوم. بلغ نادي الشارقة الإماراتي الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه الصعب على القوى الجوية العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. أحرز أهداف الفريق الإماراتي كل من خالد باوزير هدف وسالم صالح هدفين، فيما سجل ثنائية القوى الجوية مهاجمه الكولومبي جيفرسون كولازوس. وبفوزه رفع الشارقة رصيده لأحدى عشر نقطة في صدارة المجموعة بفارق أربع نقاط عن تراكتور الإيراني صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الفريق العراقي عند نقطتين في المركز الرابع والأخير. وفي أبرز النتائج الأخرى، فاز السد القطري على فولاد الإيراني بهدف، والوحدات الأردني على النصر السعودي بهدفين لهدف، فيما حسم التعادل بهدفين لهدف لقاء الريان القطري مع غوا الهندي. مشاهدينا الأعزاء، لمناقشة منافسات الجولة الخامسة من دوري مجموعات دوري أبطال آسيا لكرة القدم ينضم إلينا من دهوك في إقليم كردستان المحلل الرياضي مروان الأنيق. فأهلا ومرحبا بك كابتن مروان على شاشة قناة اليوم. عبد الجبار، رحب بك وأشكرك على هذه الاستضافة الجميلة. أهلا كابتن مروان. كابتن مروان، مباشرة نبدأ من منافسات المجموعة الأسيوية. طبعا سنناقش موضوعات أو مجموعات الغرب، هي خمس مجموعات. نبدأ بالمجموعة الثانية، وفيها أمس حقق فريق الشارقة الإماراتي الفوز على القوى الجوية العراقي بثلاثة أهداف لهدفين، فوز صعب ولكن مهم، وبه بلغ فريق الشارقة ثم النهائي دوري أبطال آسيا. نعم استاذ، في الحق مجموعه القوى الجويه هي مجموعه يعني فيها الشارقه الاماراتي وكذلك باختكر وتراكتور سازيا الايراني. هذه فرق في الحقيقه مميزه، وفرق لها يعني مكانه في ابطال اسيا عكس القوى الجويه. في الحقيقه دخل يعني هذه البطوله بظروف يعني غامضه ولم يحقق نتائج ايجابيه. ليله امس فقط المباراه الوحيده التي ربما نالت شيئا من طموح الجمهور العراقي كانت امام الشارقه الاماراتي، كون القوى الجويه في الحقيقه لعب خمس مباريات، تلقى خمسه اهداف، سجل هدفين، انت تخيل، وسدد 11 تسديده على المرمى من مجموعه خمس مباريات. فاعتقد هي مجموعه بمجملها هي مجموعه صعبه على القوى الجويه، لكن النادي الاماراتي الشارق الاماراتي فريق قوي، فريق متمكن، يملك محترفين من طراز عالي امثال كايو البرازيلي وايضا المحترف الاخر. سنتحدث عن الجزيئات فقط، تسمح لي ان انتقل الى رام الله في فلسطين لارحب بضيفي الاخر الصحفي الرياضي رامي زيدان. اهلا ومرحبا بك رامي على شاشه قناه اليوم. فوز للشارقه الاماراتي ويكون اول الصاعدين الى ثمن نهائي دوري ابطال اسيا. في البدايه رمضان كريم، مرحبا بك كابتن عبد الجبار ومرحبا بضيفك الكريم من العراق. صراحه كما قلت مباراه يعني قويه كانت بين الشارقه الاماراتي والقوى الجويه العراقي. القوى الجويه العراقي قدم افضل مباراه له في هذه المجموعه، الشارقه كرر الفوز على القوى الجويه العراقي. مباراه كانت قويه، يعني القوى الجويه يعني زاحم الشارقه في هذه المباراه وكان بامكانه ان يخطف التعادل واكثر من ذلك في هذه المباراه، لكن كما تعرف الشارقة أحد الفرق القوية في هذه المجموعة وتأهل برصيد 11 نقطة رغم أنه تبقى مباراة في هذه الجولة. الشارقة صنع الفارق في هذه المجموعة رغم أن المجموعة قوية بتواجد تراكتور تبريز الإيراني وبختكور الأوزبكي والقوة الجوية العراقي. كما كنا الشارقة كان الأفضل، ورغم أن القوة الجوية قدم مستوى كبير في هذه البطولة وهذه المباراة كانت يعني مباراة القوة الجوية نالت استحسان الشارع العربي، ومردود القوة الجوية نال استحسان الجماهير العراقية الشغوفة والمتابعة لكرة القدم والمحبة لنادي القوة الجوية العراقي. كابتن،
نعم، يعني مروان نعود إلى أداء فريق القوى الجوية، يعني أداء محير فعلا، أهداف جميلة بواسطة محترفه الكولومبي، مهاجم عنيد وقوي استطاع استغلال فرصتين وسجل هدفين للقوى الجوية العراقي، لكن في المقابل تلكؤ دفاعي. شاهدنا الهدف الأول لفريق الشارقة عبارة عن خطأ دفاعي فادح كلف الفريق التعادل، ورغم ولولا هذا الهدف لكان للنتيجة كلام آخر. أيضا الهدف الثالث يمكن شاهدنا بدون رقابة أوضع المهاجم الإماراتي الكرة برأسه في شباك القوى الجوية، يعني أداء محير للقوى الجوية، هجوم قوي في المقابل دفاع مهلل، ويعني وتلكؤ دفاعي في أبطال مفعول الكرات وإبعاد الكرات من منطقته. سلام عبد الجبار حبيبي، كرة القدم لعبة منطق ولعبة واقع. الشرطة والقوة الجوية هما أقوى فريقين متواجدين في العراق على صعيد دوري أبطال آسيا، وبالمقابل شهدت فرق الإمكانيات من الناحية الفنية والإدارية والذهنية وكذلك التكتيكية بين لاعبينا ولاعبين الأندية الأخرى، بين محترفين ومحترفين الأندية الأخرى. كرة القدم لا تقبل الافتراضات ولا تحترف الظروف، وكذلك هي لعبة منطق. القوية لعب 5 مباريات يا أستاذ، وقد تلقى 5 أهداف سجل هدفين، تخيل من 5 مباريات سجل، يعني له 11 تسديدة فقط على المرمى، وله 0 ركنية أمام بختاكور. يعني تتخيل فريق يلعب كرة قدم مباراة 90 دقيقة له 0 ركنية و0 تسديدة أيضا أمام بختاكور. مجموعة استحواذ القوة الجوية من 5 مباريات بلغ 42.7%، فأعتقد هذه مشاركة صراحة لا نريد أن نجمل من هذه الأخفاق. هناك بعض يعني من الأوساط الرياضية في العراق وبعض جماهير وبعض الناديويين المحسوبين على هذه الأندية يحاولون تجميل وتلميع هذه الإخفاق، هذه النكسة صراحة، هذه انتكاسة لتاريخ الكرة العراقية وكذلك لسمعة الكرة العراقية. هي هذه معلومة أيضا لك ولجماهير هذه الناديين، أسوأ مشاركة على صعيد الأندية، أسوأ مشاركة رسمية على صعيد الأندية منذ تأسيس العراق لحد الآن هي مشاركة القوى الجوية والشرطة في هذه البطولة الآسيوية في الحقيقة. وكيف نعتبر أن الفريقين قدما مباراة جميلة لكنهما لم يستطيعوا الفوز؟ يعني تخيل أنت من مجموع 4 مباريات للشرطة تلقى 10 أهداف وسجل هدف واحد، يعني لا نعلم الآن، لديها أيضا مباراة جارية أمام الدحير متقدم بهدف لا شيء انتهى الشوط الأول، لكن نحن نتكلم عن إحصائيات صراحة، وكرة القدم لعبة إحصائيات، وهذه الإحصائيات سوف تكون للتاريخ، لا تعترف بظروف ولا تعترف بوضع الفريق أو الإصابات. إذا تملك إصابات وأنت تقول لي الظروف ليست سانحة والمدرب غير جيد، لماذا تلعب كرة قدم أصلا؟ نعم، على كل حال تبقى ظروف محلية ونتمنى تجاوزها في البطولات السابقة. فعلا يحس في النفس أن نشاهد ممثلي الكرة العراقية القوى الجوية وأيضا الشرطة العراقي متزيلان للمجموعتين الأسيوية سواء الثانية أو الثالثة. أعود إلى رام الله كابتن رامي، أيضا الشارقة استحق الفوز والعبور مباشرة إلى ثمن النهائي، طبعا الشارقة بأحد 10 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه. الشارقة كابتن عبد الجبار كما تعلم في الدوري الإماراتي قدم مباريات كبيرة في آخر السنوات منذ أن تولى المدرب عبد العزيز العنبري تدريب نادي الشارقة، والشارقة يقدم أداء مميز، اللاعبون يقدمون أداء كبير في الدوري الإماراتي والآن في دوري أبطال آسيا، المفعول الـ 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 يعني الكرة يزداد مع نادي الشارقة، الشارقة يقدم أداء مميز في دوري الأبطال، فاز على معظم الفرق في هذه المجموعة ويتصدر ويتأهل عن هذه المجموعة. صراحة قبل انطلاق هذه المنافسات في هذه المجموعة كنا نتوقع بأن تراكتور وبختاكور والقوة الجوية يشكلون صعوبة نوعا ما إلى نادي الشارقة، لكن نادي الشارقة كان في الموعد، تأهل عن هذه المجموعة وخطف أولى البطاقات في هذه المجموعة رغم قوة هذه المجموعة إلى حد ما. لم نتوقع بأن القوة الجوية العراقي وبختاكور الأوزبكي يظهران بهذا الظهور المتواضع إلى حد ما. الشارقة كما تعلم الدوري الإماراتي دوري قوي، المنافسة في دوري الخليج العربي منافسة قوية، لهذا
الشارقة الإماراتي متعود على المباريات القوية، وهو يفاجئ الجميع ويتأهل ويخطف أولى البطاقات في هذه المجموعة بقيادة المدرب عبد العزيز عنبري. وأيضا لديه مجموعة مميزة ومجموعة بارزة من اللاعبين الإماراتيين المحليين وكذلك المحترفين على غرار كورنادو والمهاجم البرازيلي الآخر كايو. نعم يعني مروان، فعلا كما تفضل رامي، يعني الفريق الإماراتي انتدب مدرب من العيار الممتاز عبد العزيز العنبري، أحد نجوم الكرة الكويتية في ثمانينات القرن الماضي، ويمتلك عوامل التفوق على نظرائه في المجموعة الثانية. هل استحق فريق الشارقة العبور أو حصد المركز الأول في المجموعة الثانية؟ فريق الشرق محترم وفريق منظم وفريق يملك امكانيات على ولاعبين مميزين صراحه. وعبد العزيز العنبري يعني مدرب متمكن ومدرب محنك في الصراحه، استطاع ان يقود هذا الفريق دائما الى منصات التتويج، وشاهدنا حصوله على لقب الدوري الاماراتي الغائب عن خزائن منذ فتره طويله، وعليه اعتقد هذه مشاركه منطقيه واداء جيد الشارقة في هذه المجموعة في دوري أبطال آسيا. كون الفريق متمرس وفريق متمكن وفريق يملك محترفين من طراز عالي، استطاع يعني جعل مباريات القوة الجوية في المتناول، وكذلك تراكتور وكذلك باختاكور، يعني استطاع أن يبين علو لعبه من خلال تنظيمه للمجموعة في أرضه، سهلت عليه المباريات في الحقيقة. نعم رامي، يعني هل طبعا في المباراة الأخرى تراكتور تعادل مع باختكور الأوزبكي طبعا سلبيا من دون أهداف، ليبقى الحسم صاحب المركز الثاني إلى الجولة الأخيرة. تعادل تراكتور تبريز وباختكور كان من صالح الشارقة الإماراتي، التعادل جعل من الشارقة يتأهل قبل جولة أو قبل مباراة في نهاية هذه المجموعة. لو أن أحد الفريقين فاز في هذا اللقاء لكنا شاهدنا بأن مثلا التراكتور تبريز لو فاز في هذا اللقاء لشاهدناه في المركز الثاني بتسع نقاط، ويؤجل يعني حسم نادي الشارقة إلى الجولة الأخيرة. لكن التعادل كان يعني تعادل لصالح الشارقة. باختكور وتبريز الإيراني المواجهة كانت سلبية صراحة، لم أتابع اللقاء لكن من خلال المجموعة أشاهد بأن تراكتور وتبريز فريقان جيدان، جمعوا النقاط وسجلوا الأهداف، وأبقوا القوة الجوية العراقي في قاع المجموعة. كما قلت كابتن، الشارقة يتصدر المجموعة، وباختكور وتراكتور تبريز في المركز الثاني والثالث، أو تراكتور في المركز الثاني وباختكور في المركز الثالث. المجموعة تبدو قوية، والبطاقة الثانية ستكون من نصيب أحد الفريقين. نعم مروان، نتحول إلى المجموعة الرابعة، فيها حقق الوحدات مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على العالمي النصر السعودي بهدفين لهدف. نعم في الحقيقة كانت المتعة الأردني في الحقيقة لعب تاريخ أمام العالمي النصر السعودي، لكن للأسف فوزه ليلة أمس لا يسعف للتأهل، خصوصا أن الآن يملك أربعة نقاط ومن تبقى له مباراة واحدة. النصر السعودي أعتقد يعني لعب المباراة بكل أريحية، كونه يعني قد ضمن يعني بطاقة المجموعة مع السد القطري، لأن خصوصا أن الوحدات وفولاذ الإيراني فقد يعني الأمل في التأهل وعليه. لكن شاهدنا مباراة جميلة، مباراة ممتعة، الفريق الأردني يعني قدم لنا مواهب وقدم مباراة للتاريخ في الحقيقة. نعم يعني رامي، فعلا الفريق الأردني لم يرفع الراية البيضاء رغم أنه يحل في المركز الأخير، لكنه كان له رأي آخر، حقق المفاجأة، وهذا الانتصار بمثابة إنجاز لفريق الوحدات الأردني لو قارنا بين إمكانيات فريق النصر السعودي والوحدات الأردني. صحيح، فوز مهم، فوز مفاجئ للوحدات على النصر السعودي في المباراة الخامسة من هذه المجموعة. صراحة مدرب نادي النصر كابتن مانو مينيز اعترف بأحقية الوحدات بالفوز بهذا اللقاء، وقال بأن الفريق تقمص شخصية البطل واستطاع أن يفوز وكان ندا قويا لنا، وصراحة مبروك عليه الثلاث نقاط، هكذا قال المدرب البرازيلي مدرب نادي النصر. وقال للأسف خسرنا خمس نقاط كاملة، متدين ترتيب هذه المجموعة
خسارة فادحة، النصر يخسر 5 نقاط كاملة بالتعادل والخسارة من الوحدات على التوالي. لهذا المباراة كانت قوية، انجاز كبير للكرة الأردنية وتحديدا لنادي الوحدات، أول فوز في تاريخ الأردن كابتن في دوري أبطال آسيا، وأول فوز للوحدات في دوري أبطال آسيا على مر التاريخ. وأيضا الكابتن عبد الله أبو جمعة يدخل التاريخ بهذا الفوز، الفوز كان على النادي النصر العالمي. صراحة تابعت بعض الإعلاميين السعوديين قالوا بأن نادي النصر مشكلته يعني يشرب البحر ثم يتشردق في البحيرة، يعني هذا يوحي بأن الإعلاميين كانوا يعني يطمعون بفوز آخر على الوحدات، لكن النصر تشردق في البحيرة كما يقولون، أي أنه خسر من الوحدات في مباراة كانت هي صعبة، لكن كانوا يتأملون بأنهم سيحسمون هذه المباراة وسيفوزون بالمباراة وبالنقاط الثلاث وأن يتأهلوا إلى الدور المقبل مع السد القطري. لكن هذا الفوز لنادي الوحدات كما كنا فوز مستحق وأداء مميز لنادي الوحدات. وأيضا عبد الله أبو جمعة قال بأنه يطمح للفوز في المباراة المقبلة ولما لا الوصول إلى النقطة السابعة في آخر المجموعة إن شاء الله. نعم، كل شيء ممكن في عالم كرة القدم، وتتبقى جولة أخيرة حاسمة طبعا، ولا يفوتنا أن يعني مروان السد القطري قبل هدية الوحدات وحقق الانتصار وارتقى إلى صدارة المجموعة، وتبقى له مباراة حاسمة مع النصر السعودي لإعلان رأس المجموعة، وبالتالي الصعود مباشرة إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا. نعم كابتن، نادي السد نادي متمرس خصوصا بقيادة مدربه الإسباني تشافي، في الحقيقة السد دائما ما يبدع ويقدم أداء ممتع في دوري أبطال آسيا، وهو نادي متمرس في البطولة ويعرف من أين تأكل الكتف، استطاع استغلال فوز الوحدات على النصر وتعثر النصر، خلق يعني إيجابية للسد على أن يكون متصدرا للمجموعة، خصوصا أن السد يعني فاز بأريحية وهو الآن متصدر وخلفه النصر. لكن على العموم هو دائما طموح السد أن يكون بالمرتبة الأولى والمنافسة، لأنه هو دائما يريد أن يبعد إلى أبعد نقطة في هذه البطولة، وعليه صراحة السد هو أحد المرشحين لأن يحصد على يعني لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم. نعم، هل يمكن أن يذهب أولاد زيب كما يطلق محبوه على السد القطري إلى الدور أولا الثمن النهائي ثم الوصول بعيدا في المسابقة القارية؟ أستاذ صراحة كل البيئة مؤهلة ويعني سانحة للسد القطري على أن يكون يعني رقم صعب في هذه البطولة، خصوصا وهو يملك مدرب كبير مثل تشافي وكذلك يملك لاعبين ولديه المدرب خيارات المناورة والمداورة في العديد من المباريات، يمكنه اللعب بتشكيل مختلف عن الآخر لأن يملك خيارات عديدة، وعليه السد في الحقيقة يعني أرشح أن يعبر إلى الدور القادم، كذلك أرشح لأن يذهب بعيدا في هذه البطولة لأن فريق متمرس وفريق لديه الإمكانيات وفريق مستقر فنيا وأيضا تكتيكيا. نعم رامي، السد بات يملك 10 نقاط والنصر 8 نقاط، المقبلة المواجهة المقبلة والحاسمة بين الفريقين يوم الخميس المقبل، طبعا من سيحسمها برأيك؟ هي مواجهة صعبة، مواجهة تكسير عظام، النصر بحاجة إلى الفوز على السد من أجل خطف صدارة هذه المجموعة، والسد بحاجة إلى تعادل فقط، تعادل أو أي فوز سيكون هو الكفيل بتتويج السد يعني بطلا لهذه المجموعة. أتوقع بأن المباراة صعبة ومباراة قوية، يعني صراحة أي فريق يستطيع أن يفوز في هذه المباراة، لكن أنا أرشح السد بنسبة أكثر من النصر للفوز في هذه المباراة وحسم هذه البطولة، لأننا حسم هذه المجموعة، لأننا نشاهد فريق متكامل، فريق متمرس، نادي السد بقيادة المدرب تشافي هرنانديز، هذا المدرب من طينة الكبار، تابعنا السد فريق ممتع مع هذا المدرب، بصمة هذا المدرب موجودة في فريق نادي السد منذ أن قدم تشافي إلى السد، والسد في بدايته لم يكن مقنعا لدى جماهير عيال الذيب، لكن مع استمرار المباريات بدأ فريق السد متكامل متماسك، فريق مميز وبإمكانه حسم صدارة هذه المجموعة في المباراة المقبلة سواء بالتعادل أو بالفوز على نادي النصر السعودي.
نعم رامي، في المباراة الثانية سيلتقي فولاد الإيراني مع الوحدات الأردني. طبعا الوحدات الأردني يملك 4 نقاط وفولاد 5 نقاط، يعني بإمكان لا زال فولاد يملك حظوظ ليكون أفضل ثاني في المجموعات الخمس. صحيح، لكن الوحدات أيضا يريد أن يفوز في هذا اللقاء من أجل تحسين سمعة الكرة الأردنية، وأن لن يخرج الوحدات من هذه البطولة في المركز الأخير، يريد أن يحسن من مركزه في هذه المجموعة. لهذا لن تكون المباراة سهلة، المباراة صعبة متكافئة إلى حد كبير بين فولاد خوزستان الإيراني ونادي الوحدات الأردني. الوحدات تابعنا كيف فاز على نادي النصر وتعادل مع النصر ثم فاز عليه في مباراتين، هذا يعني بأن الوحدات قادر على الفوز على نادي فولاد أو التعادل على أقل تقدير في هذه المباراة. أتوقع بأن فولاد خوزستان ستكون فرصته صعبة في هذه المجموعة، رغم أنه يملك 5 نقاط وبإمكانه إن فاز سيكون 8 نقاط سيتساوى مع نادي النصر، لكن أتوقع بأن الوحدات سيكون له كلمة في هذه المباراة، ولن يخرج الوحدات في هذا المجموعة أن يبقى في أسفل الجدول. أتوقع بأن الوحدات قادر على خطف نقاط هذه المباراة، المباراة المقبلة ستكون صعبة ومتكافئة إلى حد كبير كابتن. نعم، نتمنى التوفيق للكرة الأردنية، بمجرد كما ذكرنا الفوز على العالمي كان إنجاز للكرة الأردنية في تواجدها الأول على الساحة الآسيوية طبعا في دوري أبطال آسيا. أعود مروان، يعني في المجموعة الخامسة الوحدة الإماراتي يرد الدين بأحسن صورة ممكنة لبيرس بولس الإيراني ويعبر معه إلى دور ثمن النهائي. طبعا بيرس بولس في الصدارة، لكن الوحدة الإماراتي من المتوقع أن يصعد كأفضل ثاني في المجموعات الخمسة. نعم أستاذ، الوحدة الإماراتي فريق منظم وفريق قدم في الفترة الأخيرة كرة قدم جميلة. بيرسو بيرس فريق متمكن وفريق يملك الإمكانيات والطاقات لأن يكون في أدوار متقدمة في هذه البطولة، وعليه فوز الوحدة على بيرسو بيرس هو صراحة مهم جدا، لأن يكون الوحدة أيضا في الدورة القادمة لأن يكون أفضل أحد أفضل الأندية المتأهلة، وعليه يعني هو حقق المراد بفوزه على بيرسو بيرس. بيرسو بيرس المتأهل سلفا من هذه المجموعة، وهي مجموعة أعتقد كانت بالمتناول لنادي الوحدة وكذلك بيرسو بيرس. نعم، هل يمكن أن يفعلها الوحدة في المباراة المقبلة ويحقق الانتصار؟ طبعا هو سيلاقي جوا الهندي مستضيف المجموعة. بالحقيقة هي مباراة بالمتناول، لكن النادي الهندي يملك أيضا يعني قاعد يعني يقدم مباراة جميلة ومباراة ممتعة، لكن يخسر بسبب أيضا عدم امتلاكه الخبرة اللازمة وخبرة مواعيد هذه البطولة، وعلي أرشح نادي الوحدة بالفوز بهذه المباراة وخطف نقاطها كون المباراة أعتقد في متناول اليد. حتى أن لم يحقق الفوز هو تقريبا قاب قوسين أو أدنى بعد انتهاء الجولة الأولى من دوري المجموعات للعبور إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا. رامي، في المقابل يعني فريق الريان سيواجه بيرس بولس متصدر المجموعة، كيف تقرأ المواجهة؟ فريق الريان كابتن أداؤه محير، يعني خذل الجميع. فريق الريان لم يقدم أي شيء يذكر في هذه المجموعة، رغم الأموال الطائلة التي يصرفها نادي الريان، تعاقد مع لاعبين بارزين ومع المدرب لوران بلان المدرب الفرنسي المعروف، إلا أن الريان يعني عانى في هذه المجموعة والآن في المركز الأخير في هذه المجموعة بنقطتين فقط من 5 جولات، ومواجهته المواجهة المقبلة أمام بيرس بولس الإيراني ستكون صعبة لفريق الريان. فريق الريان يعاني من غيابات بالجملة في دفة اللاعبين، المدرب لوران بلون دفع بالعديد من اللاعبين الشبان في هذه المباراة السابقة أمام إجوان الهندي، وقال بأنه فخور باللاعبين الشباب الذين دفع بهم في هذه المباراة، وقال بأنه سيدفع بهم وفي بعضهم في المباراة المقبلة أمام بيرس بولس الإيراني. المواجهة تبدو صعبة وفي متناول الفريق الإيراني، رغم أن الفريق الإيراني متأهل عن هذه المجموعة، وإن تراخى الفريق الإيراني ممكن أن يحدث الريان القطري أي مفاجأة في هذه المباراة، لكن إن لعب بيرس بولس الإيراني بالطريقة المناسبة وبالطريقة المعتادة له وبالتشكيلة الأساسية فإنه الريان سيعاني أمام هذا الفريق الإيراني. أنا أرشح بيرس بولس الإيراني لأن يفوز على الريان في نهاية هذه المجموعة كابتن.
نعم، نتحول إلى المجموعة الثالثة. طبعا مروان، الآن الشرطة العراقي والدحيل القطري، مباراة الذهاب انتهت لمصلحة الدحيل بهدفين لهدف. كيف تجري الأمور الآن بين الفريقين؟ كابتن، في الحقيقة الشرطة العراقي أيضا هذه أسوأ مشاركة له على الصعيد يعني القاري. الشرطة العراقي بغض النظر عن المباراة الجارية الآن بينه وبين الدحيل، كون الشوط الأول متقدم على الدحيل بهدف أمجد عطوان، الشرطة يا أستاذ لعب 4 مباريات، تلقى 10 أهداف، سجل هدف واحد، يعني سدد 12 تسديدة على المرمى فقط. تخيل مباراته أمام الاستقلال تحصل على ركنية واحدة، ومباراته أمام الأهلي تحصل أيضا على ركنية ويملك 0 من النقاط. يعني أمر مضحك، لا يمكنني أن أجمل أو لمع أو أبرر بسبب الظروف والإصابات هذه المشاركة. صراحة أعتقد هذه إخفاق وانتكاسة للكرة العراقية. نأتي على الأسباب، أسباب الإخفاقات. أولا العشوائية، هذه الفرق لا تملك تنظيم، لا تملك ملعب تدريب، لا تملك ملعب خاص بها في العراق، هذه معلومة لكم. سوء الإدارة، عدم الاستقرار الفني، إمكانيات اللاعبين. أولا خلينا نتكلم على الإدارة. الادارات في العراق، جميع ادارات الانديه لا تملك اداره مهنيه، ولا ليس لديها اي استراتيجيه ولا رؤيه ولا تخطيط ولا هدف ولا طموح تضع نصب اعين اللاعبين. الثاني عدم الاستقرار الفني. طبعا المدرب في العراق شماعه للاخفاقات والانتكاسات يا استاذ، يعني واكبر دليل انت تخيل يعني في الدوري العراقي 20 نادي بين اقاله واستقاله، 25 مدرب اقيل واستقيل، تخيل يعني هذا العدد، ولسه الدوري يعني ما انتهى. هاي من ناحيه ايضا عدم الاستقرار الفني. اما من ناحيه امكانيات اللاعبين فهناك فوارق فنيه وبدنيه وذهنيه وتكتيكيه بين لاعبينا ولاعبين الفرق الاخرى، واعتقد هذه الفرق ايضا معلومه ان القوه الجويه والشرطه العراقي هما يملكان 13 لاعب من الشرطه في المنتخب العراقي، وتقريبا 10 لاعبين من الجويه، هذه القائمه الاوليه فقط من بين 54 لاعب. يعني لاعبين هناك للاسف انا اقولها بكل صراحه وطق بطق بعيدا عن المجامله، هذه الانديه تملك لاعبين اكسباير يا استاذ، ولاعبين مزورين صراحه قد مضى عليهم الزمن، والعراق 40 مليون بلد مليء بالمواهب، لا يستطيعون هذه الانديه احتواء مواهب التي يسخر بها العراق واحتوائهم والعنايه بهم وصقلهم كنجوم. بصراحة مروان أدركنا الوقت في ختام حلقة الليلة، أشكر ضيوفي الكرام من دهوك في إقليم كردستان المحلل الرياضي مروان أنيق، ومن رام الله الفلسطينية الصحفي رامي زيدان، ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على كرم وطيب المتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.